جبل مهدي 21 عام ايشيديون ديال السينما اوبسيون ايماج فوار زازات فاسي. بالنسبه كان وقع لي بروبليم الي الهام بن الساتي هو انه الكليب ديال التالي الي لوكا ما دارش سميتي في الجينيريك ونورمالمون انا اللي كنت صورت كاع لي بلون يعني كنت مكلف على انا اللي مكلف بالايماج يعني ريسبونسابل لا كاليتي ديماج بمعنى دي او بي وفي التالي ما لقيتش سميتي في الجينيريك ما عرفتش علاش وما كان حتى شي مشكل زعما اللي يقدر ما يخليش سميتي في الجينيريك سو ما لقيتش سميتي في الجينيريك ما بغيتش رياكتي انا نورمالمون ما صافي مكيلاش. من بعد لقيت بيبليك شي هضر تيلوحو دي ستوري اللي في راد ديمو اللي في راد ديمو تنشوف لي كومونتير ديال التراك ديالها في راد ديمو في راد ديمو ابري بغيت نهضر انا صافي وصيفطت خمسه ديال لي ستوري كل ستوري يعني كتبين بلي انا اللي مصور شاك سيكونس من داك الكليب وي بيان سور عندي بزاف ديال الدلائل كاين ميكين اوف كاين دي فوتو كاين دي ستوري كاين شحال من حاجه يعني ماشي غير دليل واحد وكاين البروف هو عندي في التليفون عندي في البيسي نوريكم اي حاجه صح ما وقع حتى شي مشكل فهمتي كنا نورمال مشات الكازا عادي ما عارف انا بلي كاين حتى شي مشكل صافي عندي المرجع واتساب تنهضروا مع عادي جدا ابري ما عرفتش ما لقيتش سميتي في الكليب من بعد خرج المهم خرجوا تصاريح ولقيت فهمتي صيفطات هي ستوري تقول فيها ما كاينش اللي صور الكليب من غير كذا وكذا وكذا فهمتي يعني بحال انا غير كذاب وانا عندي كاع لي بروف انني صورت كلشي عارفين انا فريمون بقى فيا الحال ومن جهه اخرى جاني غير تبريج حيت ما تتبغي دير واحد لار فواحد الحاجه اللي هي ماشي ار اصلا فهمتي و اصلا هي معروفه كما كلشي تيعرفها وكلشي تيعرف بلي هي ما عندهاش مصداقيه البوبليك ديالها كامل عارف هادشي هادشي فريمون حسيت بالحقراوي شمتها ماشي حقره حيت ما اصلا مشيت البروجي ما كانش يشرفني البنات في ديك البروجي حيت ما عجبنيش المونتاج ديالو عيان داكشي اماتور بزاف لا من ناحيه الفي فيكس لا من ناحيه كلشي نورمالمون ديك الخدمه اللي خدمناها وداكشي كامل مع المونتاج اللي خرج شي المونتاج عيان بزاف لا من ناحيه لانفوغرافي لا من ناحيه تيبوغرافي لا من ناحيه لي طالون اصلا ما كاينش ايطالوناج عطاتهم ايماج فلاتر شي طالون ما كاينش لي طالوناج ما كاينش في فيكس ما كاين داكشي اماتور بزاف هادشي اللي وقع دابا بالعكس ما حطمنيش بالعكس عطاني واحد لا فورس كثر باش نخدم كتبت بزاف ديال الناس جداد واللي كنشكرهم بزاف حيت كنشكر بزاف الناس على الميساجات ديالهم اللي صيفطوا لي والناس اللي تاقوا فيا وبالعكس عندي بزاف بزاف ما يدار بزاف الجديد كاين افلام كاين دي كليب كاين بزاف ما يدار وهادشي اللي نقدر نقول بغيت نوجه نصيحه للدراري اللي عاد بادين في الطومين يا في فيلم ميكين يا في سينماتوغرافي يا في لي فيديو كليب يا في اي حاجه هي بغيت نقول لك فهمتي خدم بقلبك وما تثق في واحد قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.